اشمعنى صوت انفجار؟ ايه اللي حصل؟ قنبله بره، قنبله في الجامعه، طب فين؟ ده جرينا على المبنى الاداري بتاع الكليه، قالوا ده بره. خرجنا بره وبتاع، وقفنا شويه ما كمل بعديها، واحنا ماشيين 30 ثانيه ما كملش 30 ثانيه 40 ثانيه، اللي حصل انفجار تاني حصل نفس المكان، محدش عارف فين المكان. اللي حصل بعديها حوالي 10 دقايق كل الطلبه بقى استنفار عام وبتاع، وكل الطلبه يخرج بره وكده. وبعد كده اللي حصل احنا خرجنا بره هنا، بعديها حوالي ساعه ساعه الا ربع بتاع حصل انفجار تالت في نفس المكان هنا عند حديقه الورمان. احنا كده الدراسه خلاص باظت خالص، ما عندناش، ما نعرفش حاجه خالص، محاضراتنا بتتلغي كل يوم، ما بنلحقش نكمل محاضراتنا، يعني في نص المحاضره وتلاقي مثلا في انفجار في حاجه بنخرج، ما بنكملش محاضراتنا ولا مش عارفين نعمل ايه اخر السنه. مش مهما تعملوا يا إرهابيين يا جبان يا خوافين، مهما تعملوا مهما تعملوا مهما تعملوا إن شاء الله هي مصر هتفضل مصر أم الدنيا. نازلين من بيوتنا ناويين على موتنا. اضربوني وموتوني، اضربوني وموتوني، اضربوني وموتوني، اضربوني وموتوني، برضو مش هتحكموني، برضو مش هتحكموني.